السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا كلنا بدأنا اول السنة بنذاكر بصورة حلوة جدا وبحماس خطير جدا جدا وبنفرتك الكتب وكل حاجة تمام، ولكن بعد شوية صغيرين جدا من السنة ما بدأت الناس بدأت تكسل والمذاكرة بدأت تصعب والموضوع بدأ يتقل وبقى دمه تقيل كده وما بقناش حابين المذاكرة زي اول السنة، مع العلم ان عدى شهر واحد بس من السنة اللي هو شهر 8، فاضل لسه 9 شهور على ما السنة تخلص. يعني اصلا الناس اللي لسه مخلصة ثانوية عامة لسه هتخش الكليات، فانت موالك لسه طويل جدا جدا. يعني ان شاء الله ربنا يهون عليك. النهارده ان شاء الله هنتكلم كده عن شويه حاجات يعني اعتقد هتسهل عليك المذاكره الى حد ما. طبعا محدش بيحب المذاكره، انت طبيعي جدا لو انت مش بتحب المذاكره وكاره الدنيا وكاره الحياه عشان بتذاكر، فانت انسان نورمال جدا جدا، مفيش اي خطأ فيك ولا فيك اي عيب ولا حاجه. الناس كلها بتحبش المذاكره، ولكن بس في شويه تريكات كده لو عملتهم هتخليها حاجه شبه مسليه بالنسبه لك حبتين يعني، او على الاقل هتخليها حاجه مش ممله بالنسبه لك، مش هتبقى ممله بالنسبه لك قوي. تمام، انا شايف ان السبب الاكبر والعيب الاكبر اللي بيخلي الناس تزهق من المذاكره واللي بيخلي الناس شايفه المذاكره تقيله والموضوع صعب عليها ومش عارفه تلم حاجه وحاسه ان المسائل مثلا بدات تكتر عليها، القوانين بدات تكتر عليها، الحفظ بدا يكتر عليها، هي حاجه واحده بس، تاجيل المذاكره. انا شايف ان تاجيل المذاكره في اول السنه هو اكتر حاجه بتضيع الناس من اول السنه. تاجيل المذاكره هو سلاح فتاك جدا 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 لاي حد في ثانويه عامه لسه بادئ، يعني ثانويه عامه او حتى في نص السنه او حتى في اخر السنه. والله دلوقتي انت خدت مثلا النهارده درسين، لو انت ذاكرتهم النهارده هتذاكرهم مثلا في ساعتين 3 ساعات بكتير خالص. طب لو اجلتهم لبكره هتحط ال3 ساعات دول على ال3 ساعات بتوع بكره بقوا 6 ساعات. طب مثلا انت اجلت المذاكره 3 ايام بقوا 9، بقوا 12، بقوا 15، بقوا 20، فاهمني؟ هتيجي تذاكر تلاقي قدامك حاجات قد كده مش هتذاكر اي حاجه. تمام، فانا شايف ان سبب الفشل الاكبر وان اللي مصعب الموضوع معاك في اول السنه، لو انت يعني الموضوع صعب معاك، يعني اتمنى ما بيكونش حد الموضوع صعب معاه، اتمنى كلكم ان شاء الله تكون الموضوع سهل معاكم، يعني هو تاجيل المذاكره. فما تحاولش خالص خالص تاجل مذاكرتك، لو انت حتى تعبان مزنوق اي حاجه ان شاء الله حتى تذاكر نص ساعه في اليوم يا عم، كاروت المذاكره حتى لو انت تعبان ومخنوق وكده بس كاروتها، تبقى انت بس اسمك ايه ذاكرت. اقرا اللي بتاخده حتى في نفس اليوم علشان ايه بعد كده لما تيجي تذاكر بقى ان شاء الله بجد تكون انت حتى قرات المعلومه قبل كده، فتكون سهل عليك بعد كده، فما تاجلش المذاكره خالص خالص. في بنت من سنه عام 2020 بعتت لي قالت لي ان هي بتاخد درس فيزياء وان الفيزياء معاها في اول السنه كانت حلوه جدا جدا، بعد كده شويه لما دخلت في المنهج حبتين بقت تلاقي القوانين صعبه خالص، ما بقتش عارفه تذاكرها خالص ولا بقت عارفه تحفظها ولا بقت عارفه تحل عليها ولا اي حاجه. طب بسالها انت يعني ايه اللي حصل وكده؟ قالت لي انا كنت في اول السنه بذاكر كويس جدا جدا، ولكن مع تراكم القوانين بنسى كتير ومش بلحق احفظ القانون، يعني ببقى فاهمه في الدرس بس باجي البيت مش بعرف احل. قلت لها بس هو المشكله كلها في الكلمه دي، تراكم القوانين. المشكله فين؟ المشكله ان انت سعادتك بتيجي من الدرس تنام مثلا وتقوم تذاكر تاني يوم، فببساطه شديده جدا انت هتنسى اللي خدته قبلها بيوم، طبيعي جدا اي حد بينسى. طب تحل الموضوع ده ازاي؟ برده في المذاكره اول باول. طيب انا مثلا جاي من الدرس الساعه 12 بالليل مش قادر خالص، يعني خلاص هصحى مثلا 7 الصبح ومش قادر، عايز انام يعني عايز انام، مش بطلب منك حاجه صعبه خالص، هجيب مثلا كشكول وتكتب القانون ده مثلا 5 مرات، هياخد منك قد ايه؟ القانون ده سطر يا باشا، سطرين، خدت مثلا 5 قوانين يبقى 5 سطور، ف5 مرات ب25 سطر يعني صفحه، هتكتب صفحه في 5 دقائق. طيب تكتب القانون 5 مرات والاستنتاج بتاعه مرتين ثلاثه، يعني ان شاء الله لو عملت كده مش هيضيع منك اي قانون ومش هتنسى اي قانون. تمام، فده بالنسبه لتاجيل المذاكره، ما تاجلش مذاكره ان شاء الله حتى تذاكر اللي بتاخده في اليوم نص ساعه بس. تاني سبب انا شايفه بيعقد الناس وبيخلي الناس تشوف المذاكره صعبه جدا هو اختيار وقت غلط للمذاكره. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا احنا على مدار اليوم بنذاكر عادي جدا، ولكن برضه في اوقات كده مش محبب فيها المذاكره قوي. زي ايه مثلا؟ زي مثلا وقت القيلوله اللي هو مثلا من بعد الظهر مثلا، او مثلا من الساعه 2 لحد العصر، من 2 مثلا لحد الساعه 4. اصلا جسمك بيجي في الوقت ده ويريح، تبقى عايز تنام اصلا، وتبقى حتى لو ما نمتش تبقى مكسل، وده وقت غدا كمان، هتلاقيك مثلا بتاكل في الوقت دوت وبتتقل وما بتقدرش تعمل اي حاجه. في ناس بقى بتستغل الوقت ده جدا جدا وتقعد تضيع بقيه النهار، اللي هو مثلا يجي يذاكر من الظهر العصر ويقعد بقيه النهار فاضي، يقول لك مثلا عشان اخرج بالليل او العب بالليل او كده. الموضوع ده وحش جدا جدا، هتذاكر في الوقت دوت اول حاجه مش هتحصل، تاني حاجه هتضيع وقتك على الفاضي، تالت حاجه بعد ما تخلص المذاكره اللي انت اصلا ما ذاكرتهاش هتحس ان انت ما عملتش حاجه فتندم فتدخل في مود اكتئاب، فما تذاكرش اكتر، فالموضوع يعود عليك بالسلب اكتر. تمام، فما تذاكرش وقت القيلوله، وبرده ما تذاكرش بالليل خالص متاخر. يعني مثلا انت رجعت من الدروس الساعه 12 مثلا بالليل او الساعه 10 بالليل مثلا، زي ما قلت لك في اول نقطه كتبت مثلا الحاجه اللي انت خدتها او ذاكرت عليها بسرعه كده مثلا في نص ساعه، بقت الساعه 10 ونص 11 12، ما تقعدش بقى تذاكر لحد الفجر. انا مش بحفز المذاكره دي خالص خالص خالص، انا يعني بحب جدا تنام مثلا الشويه دول وتقوم بدري تذاكر بس. فمن بعد الفجر المذاكره حلوه جدا 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 في الهدوء في الطراوه في كل حاجه.
تمام. تالت حاجة ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا، يعني لو انت عايز تطلع من الفيديو بس بحاجة كده تطلع بالحاجة دي، لو انت عاوز تحفظ المعلومة ما تنسيهاش خالص، عمرك ما تنساها ان شاء الله لحد اخر السنة، تشرح المعلومة لنفسك ولغيرك. ازاي الكلام ده؟ ودي والله العظيم من اكتر الحاجات اللي ساعدتني في ثانوية عامة وكمان في الكلية. كنت في ثانوية عامة بعمل ملخصات تمام واشرح لزمايلي، ومثلا لو في مسألة صعبة اشرحها لواحد زميلي وهكذا، وكلنا برضو بنشرح لبعض، بس يكون زميلك ده مش حقودي مش غلال، بتحبوا بعض وهكذا تمام. طب انت مثلا مالكش زمايل شطار او زمايل بيحبوك او كده، او صحابك فاشلين يعني، وعايز تشرح لنفسك، تشرح لنفسك ازاي؟ انا كنت بعمل كده في ثالثة ثانوي بالاضافة ان بشرح لزمايلي. بس بشرح لنفسي ازاي؟ بشرح لنفسي اللي هو مثلا ذاكرت مثلا ايه درس احياء، فانا برمي الكتاب خالص خالص، طبعا انا حفظت الدرس تمام، بجيب ورقه صغيره كده واكتب فيها الهيد لاينز بتاع الدرس، واقعد اخد كل هيد لاين من ده افسره لنفسي واشرحه لنفسي، ولو معايا ورقه مثلا برسم الرسمه اللي انا بتكلم فيها اللي هو من غير كتاب، بسمع نفسي بمثل اكني بشرح قدامكم كده. يعني مثلا انا بشرح لكم دلوقتي فيزياء، بشرح لكم مثلا التيار الكهربي، شحنات من الالكترونات السالبه بتمشي جوه السلك وموصل وهكذا تمام. فانا بشرح لنفسي اكني بشرح مثلا قدام الكاميرا كده، بس لنفسي بقى عادي، وبشخص وبتحرك في الاوضه وكل حاجه اكني مدرس بالظبط. الموضوع ده هيساعدك جدا جدا، لو انت حتى نسيت المعلومه هتفتكر انت كنت بتشرحها في الوقت الفلاني، وتفتكر انك كنت وانت بتشرحها حصل كذا وشاورت بايدك وعملت كذا ورسمت مثلا كذا في الورقه. فالموضوع ده هيساعدك جدا جدا، ويا حبذا بقى لو شرحت كمان لواحد زميلك وناقشك بقى في الموضوع كده، والموضوع بقى فيه نقاش رايح جاي، مش هتنسى المعلومه دي اطلاقا تمام. فمن اهم الحاجات اللي تعملها في ثالثه ثانوي اشرح لنفسك ولغيرك. 4، من اكتر الحاجات اللي بتاثر على الناس في ثانويه عامه هي النوم، ومش هتكلم بقى الكلام اللي قلته قبل كده كتير عشان بس ما يبقاش الكلام مكرر، انا هتكلم بس في حاجه واحده، يعني مش هقول لك بقى انام 8 ساعات والحوارات دي، لا، الناس بتختار اوقات غلط في النوم. بالاضافه لاختيار الاوقات الغلط، الناس بتنام يا اما كتير قوي يا اما قليل قوي، مفيش اعتدال خالص. اول حاجه اختيار الاوقات الغلط للنوم ازاي؟ مثلا واحد تلاقيه نايم طول النهار، ويقوم مثلا اخر النهار يروح الدرسين بتوعه ويجي يكمل مذاكره بالليل، طبعا ده مش هيحصل اي حاجه. اولا اهم حاجه في الحياه انت ما صليتش ولا فرض بالنهار اصلا، وانت نايم كده الفروض الصلوات ضاعت عليك، هتقوم تقضيها بعد ما تصحى؟ طب وليه يعني ليه؟ اكيد مش زي ما انت ما تصليها برضو. حاضر. تاني حاجة انك ما عشتش السنة بتاع الحياة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا الليل سباتا وجعلنا النهار معاشا، النهار للمذاكرة والاجتهاد وتعب وكده، والليل للنوم والراحة، دي سنة الحياة، ده اللي ربنا خلق لك الليل والنهار عشانه. بس هتخالف عن القاعدة اكيد لازم حاجة في حياتك هتتغير تمام. فانت بالليل للنوم وبالنهار للمذاكرة، حاول تخلي اوقات نومك بالليل، وما تنامش مثلا 15 ساعة وبرضه في نفس الوقت ما تنامش مثلا 5 ساعات، لا، اعتدل من 7 ل 8 ساعات، واختار اوقات نومك صح، ما تنامش بالنهار خالص، مثلا لو ساعتين في القيلولة كده تمام جدا، غير كده ما تعملش. خامس حاجة، من أكتر الحاجات اللي بتخلي المذاكرة مملة وما انتش طايقها ومش عاوز تذاكر خالص ولا تقرب حتى من الكتاب ولا تمسك قلم ولا تكتب ولا تسمع ولا تقرأ ولا أي حاجة، هو الروتين اللي أنت عايش فيه، مش بتكسر الروتين بتاعك خالص. يعني مثلا أنا بذاكر في الأوضة دي، دايما كل يوم من الفجر أجي أقعد في الأوضة دي وخليني قاعد لحد الظهر، أقوم أروح الدرس واجي ارجع الاوضه اتغدى وخليني قاعد لحد العصر، او مثلا اكل كمان حاجه اشرب واجي الاوضه اتعشى واجي الاوضه وهكذا. فحياتك بتمشي في روتين كده غريب جدا جدا، وبتزهق من الموضوع، اللي هو انت لو عايش مثلا، لو انت قاعد في احسن مكان في العالم ومحبوس فيه ما بتخرجش منه ما بتغيرش، هتزهق منه مهما يكون المكان ده فيه امكانيات وكماليات وكل حاجه، ومهما يكون المكان جميل برضه هتزهق تمام. فانت عايز اقول لك انك لازم تكسر الروتين بتاعك. ازاي؟ اول حاجه ما تخليش مذاكرتك في مكان واحد، يعني مثلا انا الاوضه دي اوضه مذاكرتي تمام جدا، معظم مذاكرتي فيها، بس برضه بكسر الروتين مثلا بساعه ولا حاجه في اليوم او ساعه كل يومين مثلا، اللي هو بخرج مثلا اقعد في الانتري شويه، او اخرج اقعد في مثلا في الصاله شويه، او اخرج اقعد مثلا في البلكونه شويه تمام، اللي هو اكسر الروتين باي حاجه، ما تقعدش مثلا في الاوضه تذاكر الخمس ساعات اللي بتذاكرهم او الست ساعات اللي بتذاكرهم على طول في الاوضه بتاعتك كل يوم كل اسبوع كل شهر طول السنه كلها، الموضوع هيبقى معاك رخم جدا، واكيد اكيد اكيد هتزهق من المذاكره تمام. فاكسر الروتين بتاعك، غير مكان مذاكرتك، ما تذاكرش كل مذاكرتك في مكان واحد. تاني حاجة في الروتين، ما تخليش مذاكرتك بطريقة واحدة. ازاي؟ يعني مثلا ما تذاكرش قراءة بس، ما تذاكرش بصوت بس، لا، ذاكر بقراءة وصوت، وذاكر بفيديوهات على النت، وشوف مثلا اساتذة بتشرح وهكذا، نوع في طرق مذاكرتك، وقلنا الموضوع ده قبل كده. فعشان برضو الروتين بتاعك يبقى مكسور او مش روتين، ما تبقاش عايش في روتين، لا، ذاكر بطرق كتير جدا، ذاكر كتابة وذاكر صوت وذاكر قراءة وذاكر بفيديو وهكذا، نوع في طرق مذاكرتك. سادس حاجة واخر حاجة، وهي حاجة ممكن يعني تنتقدوني فيها حبتين، ولكن بحب دايما انهي الفيديو بتاعي بحاجه لطيفه كده ظريفه خفيفه على قلبكم، الرياضه.
طب رياضة ازاي وانا في تالتة ثانوي؟ انا يعني انا اعمل ايه في تالتة ثانوي مثلا؟ طيب انت في تالتة ثانوي كنت بتمارس رياضة؟ انا عارف انك لازم تسألني السؤال ده ولازم اجاوب عليه. بص، انا في تالتة ثانوي البيت بتاعنا بعيد عن الطريق اللي بركب من عليه المواصلات، فمثلا على ما بمشي من البيت لحد المواصلات مثلا كيلو، فمثلا الكيلو ده رايح الدرس وكيلو جاي من الدرس، كده 2 كيلو في اليوم لدرس واحد بس. طيب مثلا عندي درسين او ثلاثة في اليوم، همشي حوالي 5 أو 6 كيلو في اليوم، فدي رياضة مفيش بعدها يعني، تمام؟ فانت حتى لو ما بتعرفش تعمل اي رياضة اتمشى شوية. طيب اتمشى ازاي؟ في وسط المذاكره؟ لا، بعد ما تخلص مذاكره او قبل ما تذاكر، عشان لو خرجت وسط المذاكره ممكن اي حاجه تلهيك، اي حد يقابلك، حد مثلا ياخدك مشوار، حد يقول لك روح اعمل كذا. فالرياضه مش وسط المذاكره، ولكن قبلها او بعدها. طيب مثلا احنا الشباب بنحب الجيم، ايه المشكله لما تروح الجيم يومين في الاسبوع؟ عادي جدا جدا. لو حسبت الوقت اللي بتمسك بيه التليفون في الاسبوع قد ايه، هيعدي 10 ساعات بكتير قوي. فايه المشكله لما تروح الجيم 3 ساعات بس في الاسبوع، ساعه ونص وساعه ونص، مثلا سبت واربع، مثلا حد وثلاث، مثلا ثلاث وجمعه، ايه المشكله؟ مفيش اي حاجه. الموضوع هيبقى معاك ظريف جدا جدا، وهتخرج كده من مود المذاكره وتكسر الروتين بتاعك، ويبقى عندك حماس، والرياضه كمان بتخلي دماغك يفرز هرمون السعاده، هتحس انك سعيد كده، وهتديك طاقه كمان انك تذاكر، وتبقى جسمك نشيط وما تبقاش مكسل خالص. وبس كده، ده اللي كنت عاوز اقوله النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو ده افادكم، واوعدكم ان شاء الله لو طبقتوا الحاجات دي هتحسوا بتحسن شديد جدا جدا في المذاكره. يعني هي حاجات بسيطه جدا بس صدقني هتفرق معاك، اللي هو مش فرق واو بس هتفرق معاك، على الاقل هتخلي المذاكره حاجه مش ممله بالنسبه لك. فحاول تطبق الحاجات دي، او على الاقل تطبق حاجه او اتنين او ثلاثه منهم، وربنا يوفقكم ان شاء الله. اي حد عاوز اي حاجه يكتب تحت في الكومنتات، وان شاء الله نحاول نعمل له فيديو بالحاجه اللي هو عايزها، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. انا بحبكم في الله، سلام عليكم.